منور يا زين. بنور يا كاميرات عمي. منور يا صالحة. بنورك يا خيتي. صالحة طول عمرها بتيجي تزورنا لوحدها، مش عوايدك تيجي معاها. ومن قال لك كاميرات عمي ان انا اللي جاي معاها؟ امي اللي جاي معايا النبادي. ربنا يخليك. انا جاي طالب يد ليلى. يا رب يدنا. انا رجعت بكلامي. لا لا ما ترجعش بكلامك والنهبي. انا اكتب الكتاب نفسه. بتاعت الجان اي وقت؟ قلت لك يما، قلت لك قلبي، قلبي كان حاسس. ربنا يا بنتي يكتب لك اللي فيه الخير ويطلع كل اللي في دماغي غلط. غلطي وصحي يما، ده بدل ما تزغرطي زغرطتين. مش قادره انسى اللي فات واللي عشته معاك في قصه زين دي. عشان خاطر يما انسي، انسي وافتحي صفحه جديده مع زين. وديكي شايفه بعينيك انه شاريني. حاضر يا بنتي، هفتح صفحه جديده مع زين. وانا عايزه ايه اكتر من كده؟ نشوفك مبسوطه معاه ويراعي ربنا فيك. ما تقلقيش يما، اللي جاي حلو، اللي جاي احسن من اللي فات. اسمعي مني. زغرتي. زغرت. ايوه. حلمك دي. حبيبتي يا بنتي. اني توكلت على الله. زواج. موكلك. موكلك. لموكلك. لموكلك. على الصداق. المسمى. بيننا. عاجله. واجله. زواجاً. شرعياً. مباركاً. على كتاب الله. وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى سنة رسوله. إني توكلت على الله. إني توكلت. وقبلت. وقبلت. زواج. زواج. موكلي. لموكلتك. على الصداق. على الصداق. المسمى. المسمى. بيننا. بيننا. عاجله. عاجله. واجله. واجله. زواجاً. زواجاً. شرعياً. شرعياً. مباركاً. مباركاً. على كتاب الله. على كتاب. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقبل عندكم جميعا والفاتحة. مش نسمع زغروطة ولا ايه؟ ألف مبروك يا عمتي. معرفش بقى اقول لك يا حماتي ولا مرات عمي ولا اقول لك ايه بالظبط. قول اللي انت عايزه. اتفضل يا مولاي. حطها عينيك يا ولد. بيحصل ده حقيقي يا زين؟ ايه اللي بتعملي ده يا ليلى عصام؟ انا بصراحه مش مصدقه نفسي يا زين. قولي هو احنا فعلا اتجوزنا ولا لا؟ طب مش تقولي صباحيه مباركه الاول. صباحيه مباركه. اتجوزنا على سنه الله ورسوله، مش حلم ولا حاجه. اللي بيصبر بينول يا ليلى. وانا الصراحه انا صبرت كتير. ده انا اللي صبرت ونولت. انت مسلي زوجة صالحة يا ليلى، وزوجة صالحة روضة من رياض الجنة. عشان كده مفروض كل يوم أصلي 10 ركعات حمد وشكر لله إنه رزقني بيكي. طب احلف إن الكلام ده من قلبك. لسه كده مش مصدقة بعد اللي حصل امبارح ده كله. طلعتي لي وقتي. جعانة يا بنت عايزاك؟ حاضر. ربنا البت طلعت حلوه. كل ما ادخل معبد دندره شم ريحه ابوك الله يرحمه طه. الله يرحمه زين. استاذنك انا بقى عايز اقول كلمتين لصفيه على الفراد. واه توزع اخوك الكبير. طب وانا وليلى برضه هنقول كلمتين على الفراد، ما حدش احسن من حد. ليلى ايه اللي خلاك استنيتني العمر ده كله؟ قلبي يا زين، قلبي كان مطمني.
اللي كان مخليني ارفض اي حد غيرك، مخليني حاسه انك هتبقى من نصيبي. بس مش كل حاجه القلب بيختارها بتبقى صح. اوقات القلب بيختار لنا غلط، اوقات بيختار اللي بيتعبنا يخلينا نشتري اللي بيعنا، اوقات القلب بيغشنا. بس انا قلبي ما كدبش عليا يا زين، طلع صح. هو قال لي انك هتبقى من نصيبي وحصل. انا عارفه انك لسه ما حبيتنيش، وعارفه كمان انك جوزتني عشان حاسس بحب ليك. بس قلبي برضه بيقول انك هتقولها لي. اقول لك ايه؟ انك بتحبني. وحشتيني. كلمت من قلبك يا زين؟ من قلبك صح؟ هلو من قلبي؟ أبقى من ورا قلبي يعني. بس ما عندهاش رحمة، يطلبوني بعد أسبوع جواز بس، بشايلين الشغل كله على دماغنا كأن ما فيش حد شغال في القسم غيري. هاتيلي الساعة. ما تقوليني الساعة يا بت. فيا بت مالك؟ الصراحة أنا لسه مش مصدقة نفسي. احنا شكلنا هنقعد في العبط ده كتير. طب اقول لك ايه، انت معاك رقم تليفوني، اول ما تصدقي كلميني على طول. زين. لا اله الا الله محمد رسول الله. صدقت دلوقتي؟ ايوه صدقت. انا وربنا ما مصدق. سلام عليكم. راح فين يا ست؟ رايحه جبل زنباشا جوزي. انت عارف ثقتي بيك يا زين. الله يحفظك يا باشا. ايه اللي جابك هنا؟ انت تعرفها يا زين؟ ايوه اعرفها يا بيه، مرتي. اهلا يا فندم، اهلا وسهلا. معلش يا بيه ما بتسلمش، انت عارف الصعايده بقى عادات وتقاليد وحاجات غريبه. مفهوم مفهوم. الله يحفظك يا باشا. عن اذنكم. الله يحفظك يا باشا، في رعايه الله يا باشا. في رعايه الله. اللي جابك هنا يا مخ الجاموسه؟ وحشتك قوي، بقالك يومين بعيد عن عيني. واللي في يدك ده؟ ايه ده؟ جاي المسجون؟ ايه ده؟ الطائره حاشت دماغك ليه؟ ايه ده؟ اصل انا بقالي يومين ما اكلتش، وقلت والله ما هاكل الا لما انت تاكل. انت ايش عرف اهلك اني ما اكلتش؟ باكل كل يوم. بعدين جيت هنا كيف؟ الغفير وصلني بالعربيه. انت والغفير لحد هنا لوحدكم؟ هو انت بتغير علي يا زين؟ هو ده اللي فارق معاكي؟ امسكي امسكي من هنا على البيت، وعزه جلاله الله وعزه جلاله حسابنا في البيت. يلا امشي يا بنت، خد اثنين. مش بقول لك امسكي. ليه؟ انا طبخته لك بيدي. وانا بعزك في الغيط، جوزك ظابط مباحث يا بنت، ما تصغرنيش قدام الناس. ماشي يلا. اتجوز بقره. أموت وأعرف اتعلمت البديكير ده فيا. ليه؟ هو أنت فاكرني جاهلة؟ وبعدين لو ما اتعلمتوش عشانك هتعلمه عشان مين يعني؟ خرب بيت هدنية أهلك يا شيخ. ألو؟ أيوة زين الجناوي. خير؟ استشهد؟ مين اللي استشهد يا زين؟ حياتك البقى يا فندم. مين اللي استشهد يا زين؟ إن شاء الله أكون في استقباله في مطار لوكسور. مع السلامة. مين اللي استشهد يا زين؟
المفروض نفرح له يا ليلى. والله العظيم المفروض نفرح له. نفرح لمين يا زين؟ نفرح لمنصور. منصور ولد ابويا. منصور استشهد. لسه بدري عليا زين. وربنا المفروض نفرح. ما تعملش كده يا بنت، المفروض نفرح له. لسه مش معنى يا بنت، ده في الجنة والنعيم. في مكان أحسن من هنا بكتير. لسه مش معنى الله يرحمك يا ولد عمي. الله يرحمك يا ولد عمي. اللي رجعك يا فيروز؟ انت اتجوزت عليا يا زين؟ لا ما اتجوزتش عليكي، انك مش على ذمتي اصلا. بس قبل ما تاخد القرار ده كان لازم تعرف اني ما غلطتش، واني عمري ما حبيت غيرك، واني اول ما عرفت انك في المستشفى جيت جري على هنا لاني باقي عليك وبحبك. وانا مرحب برجوعك. لأني مش عارف أعيش في بعدك، لأني بحبك يا فيروز. يعني خلاص يا زين؟ كل شيء هيرجع لأصله؟ يعني إيه؟ قصدي هتطلقها ونرجع لبعض زي الأول. مش هينفع أطلقها، مش هينفع أكسر القلب الوحيد اللي حبني، مش هينفع أكسر الإنسان اللي عاشت عمرها كله مستنياني. بعدين انا ما اتجوزتهاش الا لما انت بعتيني. انا عمري ما بعتك يا زين. انت بتحبها. حبيتك وما حبيتش غيرك يا فيروز. يبقى خلاص اختار يا زين. أنا عارفة إنك ما حبيتش غيره، وعارفة كمان إنك عمرك ما حبيت اللي تحبي يا زين. بتبقى عايزة حبيبها يبقى مبسوط وسعيد طول الوقت، وعشان كده أنا نويت أمشي. امشي واسيبكم في حالكم. مش سعادتك هي سعادتي يا زين. واقول لك انا مش زعلان. وانا عمري ما هسيبك حتى لو وجودك هيخسرني فيروز.